خلينا بس ننتقل دلوقتي بقى لجريدة الشروق، مراسلتنا مريم سميح نتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية، وهنبدأ بالشروق. مريم في البداية صباح الخير طبعا، صبح عليك أنا وكريم. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الفل والجمال. عايزين نبدا معاكي بالخبر الخاص بكابتن حسام البدري، لان هو بيرد او ليه تصريحات في غايه الاهميه وجريده الشروق لما تحدث عن الراتب وتحدث عن فكره ان هو يعني ما بيضحكش بعض الكلام اللي كان داير يعني، فكان ليه ردود حاسمه في هذه الامور. خلينا نبدا بالنقطه دي، اتفضلي. بالظبط يا نهاوند، طبعا البدايه معانا من جريده الشروق في حوار خاص يعني اجرته الجريده على هامش المران الذي اقيم امس يعني استعدادا لمباراه جزر القمر في التصفيات المؤهله للامم الافريقيه كاميرون 2022. يمكن يعني الكابتن حسام البدري رد على الكثير من التساؤلات، وكمان كان العنوان راتبي مع المنتخب اقل من مع الاهلي ولا يوجد مدرب يضحك اثناء المباريات. يمكن يعني كابتن حسام البدري رد على تساؤلات كتيرة جدا وعدد كمان من الانتقادات اللي تم توجيهها ليه خلال الفترة الماضية، وكمان عن أداء المنتخب اللي ظهر بيه كمان يعني أمام كينيا. حسام البدري يعني طالب المصريين كلهم أن يكون في نوع من المساندة والدعم للمنتخب من قبل الجمهور، ويعني نصح أنه ياريت بلاش يكون في يعني انتقادات كتيرة بهذا الشكل. كمان يعني رد كمان في الحوار الصحفي انه قال انه ردا على الاداء اللي ظهر بيه المنتخب، قال انه ما فيش مباريات وديه وما فيش كمان فتره استعداد، وان هم يعني بيقعوا تحت ضغط كبير جدا، وهو ده يمكن اللي خلى المنتخب يظهر بهذا الاداء. وقال كمان ردا على الاداء برضو انه يعني الاداء في الفتره الحاليه مش هو اهم حاجه، وان الناس المعنيين بكره القدم هم اللي هيفهموا كلامه جيدا. اما عن يعني المرحله الحاليه وعن كمان كل اللي بيحصل من انتقادات لكابتن حسام البدري، قال بالظبط في ليه صحيفه الشروق في تصريحات خاصه، هل هي انتقادات ولا حملات مقصوده؟ هو شايف ان في حملات ممنهجه بتدار ضده خلال الفتره الحاليه. كمان ردا على كل يعني ردود السوشيال ميديا واللي كانت بتتكلم عن راتب حسام البدري وعن المكافآت اللي بيتقاضاها من اتحاد الكرة، هو قال أو نفى بشكل قاطع، وكمان صرح عن يعني المرتب الذي يتقاضاه، قال أنه بيتقاضى 60,000 دولار شهريا هو وجهازه كاملا، في حين أن كان يعني الجهاز السابق للمنتخب كان بيتقاضى 190,000 دولار. كمان قال يعني أو عن ظهوره بأنه هو لا يبتسم وأنه هو بيظهر بشكل لجاد جدا، قال انه مفيش مدرب في العالم في جميع المنتخبات يعني العالم وكمان مدربين في يعني الدوريات الانجليزية مفيش حد فيهم بيبتسم، وضرب مثال كمان بجوارديولا وزيدان، قال انه هو بيبتسم في حياته العادية ولكن مش مطلوب منه انه هو يضحك طول الوقت في المباريات. كمان يعني اختتم حديثه لصحيفة الشروق في الحوار اللي اجرته معاه انه مفيش مشكلة خالص او مفيش ازمات حاليا على شارة قيادة المنتخب، وما فيش أي من اللاعبين اعترضوا على هذه الشارة. من اليوم السابع الانتصار الافريقي رقم 290 يداعب مصر امام جزر القمر. في الحقيقه يعني عد اليوم السابع تقرير بالمواجهات، والنهارده في حاله فوز المنتخب المصري على جزر القمر هيكون ده الفوز رقم 290، ده طبعا في التصفيات المؤهله للكاميرون 2022 وتحديدا في الجوله السادسه والاخيره، وبعد كده يعني هيتنافسوا على صداره المجموعه السادسة. تاريخيا واجه المنتخبات الأفريقية في 522 مباراة سابقة وحقق فيهم الفوز في 289 مباراة، كمان تعادل في 118 وخسر 115 مباراة فقط، كمان أحرز الفراعنة 982 هدف في حين يعني هز شباكهم 541 هدف.
من الشروق فريدة عثمان تتوج بالذهبية الرابعة في الكأس الدولي للسباحة بأمريكا، يعني نجحت السباحة المصرية فريدة عثمان والملقبة بالسمكة الذهبية بالحصول على الذهبية الرابعة أو التتويج بالذهبية الرابعة في بطولة الكأس الدولية في أمريكا International Senior ISCA. حصدت فريدة ذهبية سباق 100 متر حرة بعد احتلالها المركز الأول، وكانت البطلة فريدة عثمان طبعا نجحت في التأهل ليعني أولمبياد طوكيو لتمثل مصر في الحدث الأبرز في اليابان خلال الفترة المقبلة. وكمان عايزين نقول أو جدير بالذكر يعني أن فريدة حصلت على 3 ميداليات في شهر نوفمبر الماضي في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة، وده طبعا بعد استئناف النشاط بعد توقف دام 6 أشهر لهذه البطولات بسبب جائحة فيروس كورونا. من بوابة أخبار اليوم، الألمان يطالبون بتطعيم رياضيين قبل الأولمبياد واليورو. كشف استطلاع ألماني حديث عن موافقة يعني يمكن ما يقرب إلى نصف شعب الألمان إلى الموافقة على يعني تطعيم كل الرياضيين والمشاركين في الأحداث الرياضية ضد فيروس كورونا قبل الحدثين الرياضيين طبعا يعني يورو 2020 وكمان أولمبياد طوكيو. ده كان يعني استطلاع وفقا ليوجف قبل مباريات يورو 2020 وأولمبياد طوكيو. 46% من الألمان وافقوا على إعطاء التطعيمات للرياضيين وكل المشاركين في هذه الأحداث، يمكن 28% فقط قالوا أنه من الصواب عدم حصول الرياضيين على هذه التطعيمات، ولم يعرب 19% عن أرائهم. أعرب رئيس الاتحاد الألماني للرياضيات الأولمبية ألفونس هورمن كمان مؤخرا عن أمله في تقديم التطعيمات للرياضيين الأولمبيين في الوقت المناسب. من روسيا اليوم، تصفيات مونديال 2022، كين يقود انجلترا لمواصله انطلاقتها الجيده. قاد هاري كين انجلترا طبعا لمواصله يعني الانطلاقه الجيده لها في التصفيات الاوروبيه المؤهله لمونديال قطر 2022 بمساهمته على يعني او في الفوز على في الجوله الثانيه على البانيا 2-0 مع منافسات المجموعه التاسعه، ومنح كين يعني التقدم لانجلترا في الدقيقه 38 وكمان صنع الهدف الثاني لنجم تشيلسي ميسون ماونت في الدقيقة 63، وهذا هو الهدف الأول لكين يعني بعد مشاركته مع المنتخب إلى اللعب أساسي مع منتخب بلاده بعد توقف 500 يوم وتحديدا يعني بعد هز شباك كوزوفو في نوفمبر 2019. أخيرا عايزين نفكر مشاهدينا في ختام جولتنا الصحفية بأبرز مباريات اليوم يعني اللي جمعها في تصفيات أمم أفريقيا مصر وجزر القمر وتوجو وكينيا والكونغو الديمقراطية وجامبيا ملاوي وأوغندا بوركينا فاسو وجنوب السودان وأنجولا والجابون. كل هذه المباريات ستقام في تمام الساعة 6 مساء. أما بالنسبة لمباراتي الجزائر وبوتسوانا وزيمبابوي وزامبيا هيقاموا في تمام الساعة 9 مساء. دي كانت جولة إخبارية لكل العناوين الصادرة يعني صباح اليوم من داخل مقر جريدة الشروق. بشكركم جدا، العودة للاستوديو مرة أخرى. جولة أكثر من رائعة، إحنا بنشكرك عليها يا مريم، شكرا جزيلا. شفت الرد، عجبني الحوار مع كابتن حسام، عجبني الحوار يعني رد يعني احنا ما دخلناش في تفاصيل الحوار لكن في ردود يعني الى حد ما منطقيه، لما بيقول ما فيش مدرب بيضحك يعني اثناء المباريات بنشوف كده وبنشوف كده، بس يعني صح. بس يعني ارجع اقول لك ايه، كان الواحد الود وده ان ما بقاش فيه النوع ده من اللغط عشان كل واحد لا يفقد تركيزه، بدل ما يركز على المهمه اللي هو مكلف بيها يضطر بقى يسيب الكلام ده كله عشان يجاوب على انتقادات او على تعليقات فيسبوكيه في المقام الاول. فيعني